ودائها. يا كرم الخلق ما لي ما لي من ألوذ به من ألوذ به Oh,
صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. قد أضلع البدر علينا سكن العمس في ليالينا. قد أضلع البدر علينا سكن العمس في ليالينا. الخير أما الأنام رضا عيسى وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. فحين قرب ونودع هذا الحبيب على نادي السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب. وأمطار الجود الله على أهل الوجود تسد ولسناد الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
قدرتك شفت جناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور، نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكمه على من اتم الله عليه النعمه من خواص الامه ان يحضر عند وضعه امه تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركه لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله شيد واريد وسيد آسيا ومعهما من الخور العين من قسم الله من الشرف بالقسمة الوافية. فهذا الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود، فانفلق صفو الكمال من نور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب. بسم الله semangat nggih. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام. صلى الله عليك.
مرحبا بك إن بك نزعل يا الله.
اغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله. ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي. صلي وسلم ذكر الصلاة على النبي محمد. صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صاف وانت الطيب الأردن
وداني. يا لقلب يا لقلب سرورك تعالى نامت عيوني يوما.
أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدائن ترجو أن دراك روحي يا غبي في البناء. أحمد يا نور الهدى بشوق فوق المدائن ترجو أن دراك روحي يا غبي في البناء. Yeah.
والسلام عليك يا سيدي رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي وخير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا محمد وعلى آلك وأصحابك أجمعين. نوينا تقربا إلى الله وحرجا من المعاصي لرضي الله وشفاعة رسول الله وكرامة الله إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا سيد الوجود رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، خاصة بسر الفاتحة.